ماشي. في ايه؟ Avec moi, je me laisse bercer par ses pas. Il ne sait plus combien il m'aima. Ce secret est caché. Fille, Shrine. Fille. Papi. كان وعد وما كنتش حتى معايا. بقيت لوحده. لا اله الا الله. معلش معلش. بس. Sans savoir qu'on pouvait s'oublier, il reviendra à moi. إذا الحزن ساكن. ما لقيتك رفيتي في مرضتش صحيك. انت احسن دلوقتي؟ بس يا شيرين. مات يا فاطمة. بس. مش المفروض تكون هنا، بس لما كلموني في الجامعة معرفش اللي حصل. لقيت نفسي هنا. وهترضي عليا ازاي؟ خدت عنوانك من ابن المحضر. أنا لازم أمشي. طب ثانية واحدة بس، هفتح أشوف مين وأجيلك. ثواني. أعملي في حاجة تشربيها؟ وين كنت؟ وقلقت عليك. هو انا اعرفكوا شيرين كنزة. عرفتينا بالجامعة. اسفة اني جيت بدون ميعاد. نخليك مع ضيفتك. اشوفك بعدين. اسفه لو عملت لك مشكله. لا لا، اسفه على ايه؟ دي كنزه معايا في الجامعه، جاي عشان نذاكر سوا. يعني الجامعه صعبه قوي الايام. انا كده كده لازم امشي عشان ادهم اكيد قلقان عليا. ميرسي على كل حاجة. لا أنا ميرسي على إيه؟ بقى في حياتك يا شيرين. شيرين معلش أنا عايز أعطلك شوية، بس ممكن أطلب منك خدمة؟ أنا عارف إن هو مش وقته خالص. هتساعديني لو عملتيه؟ ممكن أكتب جواب يعني توصليه لخالتي؟ هي هتفرح أوي لو وصل لها حاجة مني. أكيد. على طول، أنا مش هاخد وقت. طب اقعدي استريحي. كل شيء بخير، مش باقي الا رؤيه الحبايب، الحس والونس، بس اللي هو قريب يا مريم.